المشاكل. بمعنى يعني بمعنى طبعا اتعرف ان معظم مشاكل الجسم الصحية لها علاقة بالغذاء. أسوأ ما في الغذاء هو السكر. يعني بيت الداء هو المعدة. السكر. السكر. السكر ده أسوأ ما ممكن. السكر كسكر. 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 اللي بناكله دلوقتي. يعني المربعات وال السكر. دولة ال WHO وهذا ال 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 World Health Organization قالت دول العالم لازم تحاول تنقص استهلاك الفرد للسكر تحت 50 جرام في اليوم. 50 جرام في اليوم. 50 جرام في اليوم. كتير جدا من دول العالم يمكن اغلبهم قدروا ان هم ينزلوا لغايه 50 جرام في اليوم. 13 دوله قدروا ينزلوا لتحت 30 جرام في اليوم. منهم اندونيسيا ومنهم بلاد ثانيه قدرت انها تنزل لهذا الامر. ينزلوه ازاي يعني؟ استهلاك الشخص استهلاك. ايوه يعني يزودوا ثقافه الناس يعني ثقافه الناس ويعملوا ضرائب على السكر ويغلوا السكر ويحطوا علامه على الاكل انه خطر جدا ان في سكر مضاف بنسبه قد كده ويجبروا الشركات انها تقل. يعني انا اديك مثال انا دعتني هيئه اللي هي تطوير المنظومه الصحيه في سنغافور هم بيجيبوا الثوت ليدرز من العالم ويقولوا لهم نصايح فقالوا احنا عاوزين نقلل استهلاك السكر نعمل ايه ورحت بتاع قابلتهم اللي هي الهيلث بروموشن في هناك وقلت لهم انا في رايي اعملوا كذا وكذا 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 وانا في اعتقادي ان هم مش هيعملوا حاجه ما تقول لنا عشان برضو نستفيد ممكن انا قلت حد يسمعنا يعرف ايه اللي مطلوب لا دي واحده دكتور اسامه قال في هذا ملخص رائع كتبته في المقاله باسمه وفعلا الناس اشتدت له ولكن هل من استجابه طب ما تقول لنا بس قولوا لنا انت يعني أديك يعني أديك يعني اعملوا لنا ديالوج حوالين الموضوع ده مهم اديك مثال المشروبات الغذائيه الكنز والكنز والحدي دي فيها 9 معالق سكر 9 معالق سكر يعني 36 جرام ده اللايت والزيرو لا مش اللايت انا بتكلم على المشروبات المشروبات 36 جرام سكر احنا بنقول عاوزين ننزل لتحت ال 50 انت بتشرب ازازه واحده خدت 36 متوسط استهلاك السكر في مصر 96 جرام في اليوم للشخص الواحد مش 50 96 احنا من اعلى معدلات استهلاك السكر في العالم واخد بالك سكر كسكر كسكر ايوه انت عارف احنا بنستورد سكر رغم ان احنا لو نزلنا للمعدلات اللي هي 50 جرام او اقل احنا هنصدر سكر هنصدر سكر يعني هنوفر فلوس داخل البلد وهنصدر سكر لبره ويبقى في عمله صعبه جايه وهنحافظ على صحتنا بس حلو حلو الناس الطيبه ما انا شايب سكر ولا انا غلطان حلو الناس الطيبه هو ما قالش ما ياكلش سكر يقنن من كميه السكر عشان يعرف المضاعفات بتاعته هو ما يعرفش التقنين ده ما هو ده دور الدوله هو ما حدش قاله عشان كده انا عايز اقول لهم بروموشن اقول لهم ايه يعني انت النهارده قلنا لهم هحول لك 1 2 3 4 يعني بسهوله أطفال. انا قلت لهم المشروبات الغازيه اللي موجوده في البلد نقصوا السكر فيها لاقل من 4 معالق يعني هي فيها 9 مش كده هي تنزل تحت 4 9 تخليها 4 وما تبيعش اي حاجات في المدارس فيها اكثر من 4 معالق سكر في المدارس جميع العصائر جميع الكلام ده الحاجات دي كلها بقى فيها نسبه سكر عاليه يعني انت عايز تعمل يعني حد نسبه السكر من المنبع من طبعا طبعا ارفع الضرائب على المنتجات اللي فيها سكر مضاف الامارات عملت هذا الكلام احنا مش بنتكلم على دول تانية الامارات عملت هذا الكلام وبلاد تانية عملت هذا الكلام انجلترا فرضت ضرائب عاليه جدا على اي حاجه فيها سكر يعني لو دي ودي ودي فيها سكر مضاف يبقى سعرها ضعف يمكن التاني واخد بالك وتجبر حاجات كتيرة انها ما تدخلش السكر بنسب عالية في المنتجات واخد بالك فجيت السنة اللي بعدها لقيتهم عاملين كل حاجة لدرجة انهم اجبروا الشركات العالمية الكبيرة سنغافورة قالوا لهم انتم مش هتبيعوا في البلد الا اذا نزلتوا عن الحد والتاني لازم ينزل اللي قالوا دكتور اسامة